وسهلا بمشاهدينا مرة تانية، ورجعنا من الاستراحة ونبتدي مع بعض الشوط التاني. دلوقتي احنا عملنا الشربات، بصوا بدأ يغلي ازاي. انا ما لمستوش، على طول داب وعلى طول كل حاجة فيه، بصوا ما بقاش فيه ولا فتفوت السكر تحت خالص. اول ما بيغلي من دلوقتي هحسب له 10 دقايق بالظبط، العشر دقايق دول علشان اقدر اطفي عليه بعد كده واسيبه ياخد يهدى خالص، وبعدين بقى لو هنحطه في التلاجة او هنستخدمه. طيب انا خلاص كده خلصت الشربات، هرفعه بقى هنا كده، وتعالوا بقى نبدأ في وصفة جميلة جدا، وصفة من وصفات المحببة قوي بيعملوها، هي الصفوف اللبناني. الصفوف اللبناني من الوصفات الجميلة قوي، قريبة من حاجات عندنا، لكن خلينا نشوف الطريقة الجميلة بتاعت اخواتنا في لبنان. عندنا طبعا دي اختياري، يعني عندنا الاول نقول المقادير الاساسية. عندنا كوبايتين من الدقيق كبار، الكوباية 200 جرام يعني حوالي 400 جرام. عندي كوباية ونص من السكر حوالي برضو 400 جرام. عندي كوباية ونص من المية، وعندي نص كوباية من الزيت أو السمن زي ما حضراتكم تحبوا تستعملوا، أنا هستخدم زيت مليان. وعندي كمان 3 معلقة كبار من السميد الناعم، سميد البسبوسة، معلقتين كبار من اللبن الباودر، معلقة كبيرة من باكينج باودر، ونص معلقة صغيرة خميرة فورية، ونص معلقة من الزعفران الباودر أو الكركم، يعني لو ما فيش زعفران باودر الكركم، هي الفكرة في اللون. أنا طبعا يعني المكونات الجافة بتتحط كلها مع بعض، ولكن السكر والكركم بدوبه مع بعض او الزعفران بدوبه مع بعض. تعالوا كده نحط السميد على الدقيق هنا. اول حاجه المكونات الجافه، وعندي البيكنج باودر، نص معلقه الخميره، عندي لبن البودره، وتعالوا ذره الملح، ونقلب كده تقليبه حلوه. بسم الله المكونات الجافه دي مع بعض كده، وبعدين هاخد السكر ادوبه هنا في الميه، وهاخد معاه كمان الزعفران الباودر او الكركم زي ما حضراتكم تحبوا المتوفر عندكم، ونقلب كده حبه حلوين لحد ما ايه ندوب الخليط الحلو ده اهو كده. طبعا الزعفران باودر بيتباع وبيبقى مش غالي زي الزعفران الشعر، نقدر نجيبه من عند العطار، موجود ومتوفر وممتاز يعني، وبيدي لون رائع اقوى كمان من اللون ده. كده قلب تقليبه حلوه لحد ما السكر ده يدوب تماما. الله كده، هدهن الصينيه دي بالمعلقه طحينه مش بسمنه، وهجهزها دلوقتي مع حضراتكم. تعالوا بس الاول بدوب كده كميه كويسه. الله بدا السكر يدوب تماما. خليني كده اخد هنا الصينيه اللي انا هعمل فيها مثلا فلتكون دي اهي، وهاخد كده بالفرشه وهمسح مسحه كده بالطحينه، الطحينه البيتي اللي احنا عاملينها بقى رائعه اهو مسحه. طبعا للتجميل تقدروا تحطوا اي نوع من المكسرات، هو احنا هنا هنجملها باللوز، وانا هقول لحضراتكم معلومه عنه. اللوز لو عايزينه يدخل ويحتفظ بلونه الابيض، يعني يفضل زي ما هو كده لونه ابيض ما يتحرقش في النار، واحنا هنحطه ني. احنا طبعا اللوز لو هو بقشره زي ما اتفقنا هننقعه في ميه سخنه، وبعدين ربع ساعه نسيبه، وبعد كده هتبدا القشره بتاعته تنفصل، هنطلعها ونفصله اتنين. هيتحط بالطريقه دي ساده، بس لازم ننقعه على الاقل من ليله قبل، يعني اللوز اللي قشرناه ده يتحط فيه ميه لمده ليله من قبل، علشان لما نحطه ما ياخدش لون في الفرن. فما تيجوا تشوفوه هتلاقوا لونه فاتح وجميل، هقوله لكم دلوقتي في الوصفه بتاعتنا. انا دلوقتي حطيت كده الطحينه، هاخد بس الخليط ده كده وهروح هناك انقله في بوله كبيره عشان ابدا اضربها. هاخد كده الخليط الحلو ده الجاف، المواد الجافه بسم الله، في بوله بس اكبر شويه، ونبدا نضيف عليه
من المكونات السائلة، بس طبعا خليني الأول أضيف الزيت، نص كوباية الزيت، هحط زيت مليان. بسم الله. بس. شكرا. تمام. بصوا بقى هنقلب كده تقليبة حلوة. ونبدأ نصب بسم الله الخليط. وخلينا ندوب بالمضرب بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب الحاجات الحلوة دي مع بعض. الزعفران بيخلي لون اصفر اصفر قوي، كانكم حاطين ملون غذائي بالظبط. ولو مش موجود ممكن نحط ملون غذائي على طول، بس طبعا الزعفران بيدي ليه يعني فائدته، وهو دي الطريقه الاصليه. حطينا كل المكونات الجافه اول حاجه مع بعض، الخميره والبيكنج باودر والدقيق وذره الملح، كل ده خلطناه مع بعض. بصوا اهو. وبعدين خلطنا السكر مع الزعفران، البودرة في مع المية، مع كمية المية، وحطيت هنا نص طبعا كوباية الزيت. بصوا بقى، لا هي هتخمر في الفرن خلاص، احنا هنصب على طول وتمام، هيبقى الدنيا بتاعتنا. طب معلش، احنا هنصب وهيبقى الدنيا بتاعتنا تمام مع الايه المكونات دي، يعني انا مش هستنى عليها تخمر عشان هي فيها نص معلقه خميره، لا انا هوري حضراتكم هي بتخمر في الفرن ما تقلقوش، زي ما البيتزا كده لما بنستخدمها ما هي برضو بتعلى تاني في الفرن، اي حاجه فيها خميره لازم تعلى تاني في الفرن، لازم تاخد جزء تاني في تسويه الفرن، لكن طبعا بعيدا عن المخبوزات اللي ليها سيستم معين. طيب تعالوا بقى كده سؤال مهم، انا بحبكم عشان كده والله. ادي الصينيه اللي احنا غلفناها تحت القاعده بتاعتها بالطحينه، هناخد كده بقى المكون ده او الخليط بتاعنا ده بسم الله، هنصب كده من الوصفات الجميله برضو جدا. لما بتطلع بنمسح وشها بالشربات التقيل او بالعسل، الوش بس لازم يبقى بيلمع، لكن ما بيتصبش فيها حاجه، وهي فيها نسبه سميد لا باس بيها، يعني 3 معالق تقريبا مش كتير، فهي مش زي الكيكس اللي محتاجه تطرى كخليط يعني. بصوا هعمل بس كده وبعدين نجمل بقى بالايه؟ باللوز. بصوا حضراتكم ادي اللوز، جملوا بقى بالشكل اللي يعجبكم، يعني عايزين تحطوا اللوز كده، انا بس احب افتحه انصاف كده، انصاص يعني كده بشكل حلو اهو. بصوا بقى ده اللوز بعد ما بيتنقع ليله كامله، اما بيدخل بقى الفرن كمان بيبقى جميل حبايبي. بصوا يعني بياخد كده تسوية، بس بيطلع لونه كده فاتح بيبقى رائع سبحان الله. فدي برضو معلومة جميلة اتقالت لي وأحب أن أنا أفيد حضراتكم بيها، يعني طالما أنا أفادوني، وطبعا مرسي لكل حد نقل لنا الوصفة دي مظبوطة، بشكرهم شكرا جزيلا، وبجد وصفاتكم كلها جميلة، كل الشيفات اللي موجودين عندكم رائعين. أنا هعمل كده كام شكل بس كده. بصوا الجمال، هندخل الفرن حرارة 180، كيك عادي خالص احنا عاملينه، وايه وعايزين يطلع بشكل جميل اهو. بصوا الجمال اهو كده، نوزع بقى الشكل الحلو ده زي ما انتوا تحبوا، يعني عايزينها اي شكل انتوا تحبوه، طبعا التجميل ده يرجع لحضراتكم، لكن هي الفكرة بس في ان احنا نعرف ازاي نطلع اللون ده فاتح كده.
حبايب قلبي انتوا الحلو اللي موجود بجد في البرنامج ده بجد، كل الموجودين في كنترول وكل السادة المصورين والقائمين على البرنامج ده كمان في وسط قناة يعني ايه مميزة، فانا بشكركم جدا حبايب قلبي. اهو انا شايفه ان كده جميل، ايه رايكم؟ حلوه كده، يلا بينا ندخلها بقى الفرن، حراره 180، هنسيبها تاخد وقتها يعني مش كتير. بسم الله الرحمن. بصوا بقى التانية بدات تطلع معانا ازاي. بصوا يا قمامير، بصوا يا قمامير، بصوا اللي فوق يا قمامير، الفها لكم لفه. بصوا بصوا تماسكت ازاي، الله 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 الله. بنقفل طبعا لما هتطلع كيك الجلاش هنسقيها شربات، لكن الصفوف هنمسح بس الوش. اوري لحضراتكم، بصوا بسم الله. تسلم ايدك يا مصطفى عشان انا بحب الكريزي يعني، بس ماشي جميله. طيب اهو الله الله، بصوا الجمال، بصوا اللوز بقى طلع ابيض ازاي وجميل. تعالوا بقى نمسح كده الحروف اهي، شايفين بنمسح بس دهان على السريع، لكن مش بنسقيها، لكن كيكه الجلاش هنسقيها شربات، هتاخد كوبايه شربات من اللي احنا عملناه ده بحراره المطبخ. طيب يلا نخليهم بقى في المفيد. بصوا الجمال، الله 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 الله. يبقى احنا عملنا الصفوف، الزعفران البودره يا جماعه مش غالي، احنا محتاجين حاجه بسيطه يعني نص معلقه صغيره مش حاجه، فممكن نجيب منه مثلا حاجه بسيطه كده 10 جرام ولا حاجه بس، مش من الشعر، في الباودر يدي لون جميل، وبصراحه عشان تاكلوها اصليه كده وجميله. شوفوا بقى اللوز هنا لما احنا نقعناه من قبل بيوم، بصوا دخل الفرن وخرج بلونه جميل زي ما حضراتكم شايفين كده. دي معلومه جميله، وعلى فكره المعلومات دي مهمه جدا، مهمه بجد، لانه في تكنيك لكل بلد يحترم، وطبعا دي حاجه بنشكرهم عليها لان احنا بيضاف لنا وصفات جميله من عندهم بنحب ناكلها لما بنروح لهم، وهم كمان بيحبوا وصفات جميله عندنا، فاكيد التبادل التراث ده رائع. تعالوا بقى نقدمها هناك كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وايه ونوديها هنا اهي جنب القمر دي، وهنبدا بقى نستعد لانه كده خلاص الشربات بدا يهدى، وكده الحكم صفر بانتهاء الشوط الثاني، وسيعلن عن استراحه ونرجع للاكسترا تايم في انتظار حضراتكم.